مع نهير مدحت. مع نهير مدحت يومياتي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. معاكم نهير. النهاردة هنعمل وصفة عيش. عيش كده هو قمر زي ما انتم شايفين وطري جدا، وفي نفس الوقت هو لو كارب، شايفين هو بس عشان صغير. وده طلب مني في اخر فيديو، حد من المتابعين طلبت عيش لو كارب ويكون اقتصادي، فده عيش بمكون واحد وبس، مكون واحد بدون زبدة، بدون زيت، بدون دقيق لوز، بدون اي دقيق، وفي نفس الوقت بدون بيض وبدون البان، مناسب للحساسيات ومناسب للناس اللي بتعمل دايت ومناسب للناس اللي عندها سكر. يعني عيش قمر زي ما انتم شايفين ومفتوح وجميل ومفيش بعد كده هوت جمال. تعالوا بقى بسرعة نشوف هو بيتعمل ازاي. قعدت افكر كده هوت ايه المناسب وما يكونش مكلف، ومش كل الناس عندهم مايكرويف علشان نحط موتزاريلا او نسيح جبن او كده هوت. فكان قدامي العيش ببذور الكتان الذهبيه، وهو كله اوميجا 3 وفيه كميه فيتامينز كتيره والياف، فاخترت ان هو يبقى بمكون واحد. 150 جرام بذور كتان. ال 150 جرام دولت انا هحط عليهم معلقه صغيره ملح. عندنا اختيارات، ان احنا ننكه العيش ده او ان احنا نخليه كده هوت وننكه الحاجات التانية اللي هتبقى معي. انا بالنسبة لي حبيت ان هو يبقى بس كده هوت. هنقلب الملح. خلي بالكم العيش ده ما بياخدش اي نوع خمائر، هو كده يعني يعتبر ان انا بمكون واحد اللي هو بذور الكتان فقط لا غير. وهبدأ بعد كده هوت ان انا اضيف مية. مية انا حطيت كام؟ حطيت 150 جرام بذور كتان، هحطه في مقابلهم 100 مية. المية تكون مغلية، ماشي. بنزل مرة واحدة بالمية وبقلب. طبعا علشان ده زيه زي الشوفان واللي هنقلب هو كده كافي جدا، بس مجرد ان انا هقلبه هو كده بدأ. بعيد مرة كمان، العيش ده ما بيحتاجش اكتر من مية مغلية فقط لا غير. ومش لازم ان احنا نلبس جلافز واحنا بنعجن عشان نشوف الملمس بتاعنا. طبعا نشتغل بسرعة لان هو زيه زي الشوفان بيشرب المية بطريقة سريعة جدا. نشتغل بس ايه بسرعة، وهو كده كده هو بيسحب الحرارة، يعني مش هتبقى سخنة عليكم وانتوا بتشتغلوا. مجرد بس ان انا لمتها، المرحلة اللي بعد كده هو يا اما نجيب ورق زبدة وهنفرد ما بينه ونعمل ارغفة كبيرة، او ان احنا نعمل ارغفه صغيره. انا بحب الارغفه الصغيره بحيث ان احنا نبقى شكلها شيك وفي نفس الوقت هتحجم موضوع الاكل بالنسبه لنا. ان انا بس هفردهم باي ورق زبده، هفرد ما بينه اللي هي بالطريقه التقليديه خالص. انا بس هكورها بس كده، نعمل كده بندوس عادي لحد اما بنفرده. بصوا بقى، انا جه في بالي في الاخر بقى ان انا عايزاه الحجم ده اكبر شويه بس منفوخ، فانا عملتها بالقطعه دي وهركنه على جنب كده، ماشي، في حاجه وهكمل بقيه الكميه، لان انا يعني هو الفيديو مش محتاج ان هو يبقى طويل.
بصوا هو كده هو ده، انا قطعته، ممكن تسووه على الطاسه، ممكن تسووه على اي حاجه، بس انا بصراحه ما بحبش، يعني انا جربت ان انا اعمل بتاعه الطاسه، بصوا بيحروق كده، فانا مش هكمله في الطاسه، انا هحطه في الفرن وهنرجع نشوفه بعد ما يستوي. لقيتكم دي ولا لا؟ شايفين هو طري ازاي؟ اهو عايزه برضو افتح لكم تالت ورابع قدام الكاميرا، شايفين عيش ولا اروع، مناسب للحساسيات، مناسب للناس اللي بتعمل اي انظمه لو كارب كيتو او غيره، ينفع زي ما اتفقنا ان احنا نسويه على البوتاجاز على الجريل على اي حاجه. انا كده تقريبا عملت كله، انا عايزه احشيه كده اهوت واوريه لكم. ممكن ينفع لاي حاجه، شايفين الجمال؟ وعايزه اقول لكم ان هو طعمه مش يعني، في انواع عيش كده يبقى طعمها رزل، لا هو ده طعمه حلو حلو واقتصادي. هحشي، تعالوا نحشي جبنة. ده الشكل النهائي بتاعنا بعد ما حشينا الساندوتش بتاعنا، يعني شكله قمر جدا. انا بحب الاحجام الصغيرة دي علشان انا لما بلاقي حاجة صغيرة كده بخاف ان انا اخد منها كتير، فباخد كمية اصغر. احنا كده الوصفة بتاعتنا انتهت، لو وصفتنا عجبتكم ما تنسوش لايك اند شير ورشحونا لكل اصحابكم، وميرسي جدا لو انتم متابعينا لحد دلوقتي. وقناتنا زي ما انتم عارفين للاكل الصحي بينهي اشكاله وللو كارب وللانظمه المتوازنه والناس الرياضيين والناس اللي عندهم سكر واي حد بيحب الاكل الصحي. وما تنسوش تتابعوني على كل السوشيال ميديا نهير مدحت، واستنوني الوصفه الجايه. يلا باي.